السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول نبدأ بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم البنات، واش راكم؟ غاية لاباس الحمد لله، ويعني مرحبا بكم عندي كل المشاركين والمشاركات من كل الدول. مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم، ونتمنى يعني يعجبكم هذا الروتين او فيديو، نقاسم معكم فيديو يعني خفيف. نتمنى البنات تدعوا لي بالشفاء العاجل يا رب العالمين. راح نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا بالمايونيز. عندنا 250 غرام زيت، وعندنا حبة بيض، عندنا ملعقة كبيرة تاع خل، مهما كان الخل أبيض أو عادي، وعندنا كمية قليلة تاع ملح. أنا ما نكثرش الملح في المايونيز. خلط المقادير مليح، من بعد أنا رايحة نمكسيهم مليح حتى يتقل لنا هذاك يعني هذه طريقة تعليمات البنات. نتمنى تدعو لي يا ربي بالشفاء العاجل، وإن شاء الله كنت باغين يعني نقدم لكم تحضيرات العيد، لكن الله غالب. لكن إن شاء الله هي يحرق نقدم لكم تحضيرات العيد، وإن شاء الله نكون علينا بالصحة والعافية، ويكونوا بخير وبصحة جيدة. راح يعني نكسيها مليح مايونيز، القوام يعني رائع البنات. هنا القوام تاعها يعني رائع رائع، يعني سهلة بأقل وقت يعني تخليها. ونبدأ البنات درك نكملوا مع الدوارة تاعنا. شريت كمية قليلة تاع دوار، فقط حبيت نوريكم الطريقة تاعي كيفاش نخدم الدوارة وفي الأعياد. والله يا البنات ما قدرت ندير حتى شيء، يعني تحضيرات التنظيف للعيد، ان شاء الله يدخل علينا بالصحة والستر، يعني ما قدرت ندير حتى حاجة، ما درت حتى حاجة في هذا العيد. وان شاء الله اذا ريحت يعني نتقاسم معاكم يعني التحضيرات تاعي. ادعوا لي ادعوا لي الدعاء ان شاء الله الدعاء. نقطعها قطع شوية كبيرة، احنا ما نحبوش البكبوكة يعني جيب مع الحميصة، احنا نحبوها عادي يعني مقلية عادي في المقلة. دوك تشوفوا الطريقة تاعي يعني اللي نقدم بها الدوارة، يعني طريقة سهلة وبسيطة، يعني ما تطلب لكش حتى وقت. يعني فقط كمية قليلة هي باش نوريكم الطريقة. نتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو، يعني تبعوه للأخير، ونكون في الحسن الظن تاعكم. وإن شاء الله إن شاء الله الريح بربي إن شاء الله، يعني ونقدم لكم تحضيرات العيد، يعني حتى لا كان ريحت قبل العيد. أو ندور تاعي تقطيع ساعة تاعها شوية كبيرة. الطريقة سهلة، ونشكر نشكر كل يعني كل المشتركين والمشاركات اللي من الدول، نشكرهم كثيرا، الله يحفظهم على الدعم والمجهودات اللي يقدموها لي.
هي الدورة عادي، راح نكمل كل كمية تاع الدورة، يعني كمية قليلة ماشي بزاف. درت هنا الكوكوط تاعي، قطعت الدورة هنايا، الدورة من قبل راهي مغسولة، يعني شريتها يعني نقية. هنا كذلك راح يعني تتنظف مليح في الماء هذا اللي في الكوكوط. رايح ندير الدوار تاعي، ندير نضيف لها الماء، كمية قليلة تاع ماء، ونضيف لها كمية قليلة تاع ملح، ونخليها حتى تتنظف، يعني تتنقى مليح في هذاك الماء وتطيب مليح. نغلق عليها الكوكوت، هنا نضيف لها كمية قليلة تاع ملح، هاوينا الملح، يعني باش كي طيب لنا في هذاك الماء طيب لنا مليحة بهذاك الملح. تقدروا تضيفوا لها أي حاجة، لكن أنا حبيت فقط يعني تتنقى يعني من هذاك، كونوا فيها يعني أوساخ أي حاجة. نبلع الكوكوط تاعي، ونخليها على نار متوسطة. هنايا كي طابت يعني الدوارة، ضفت لها 2 سنينات ثوم مبشورين فقط. هذه هي الطريقة تاعي اللي نخدم بها الدوارة. نضيف لها كمية قليلة فلفل أسود، كمية قليلة تاع فلفل عكري، وكمية قليلة تاع الملح فقط. رانا ضفنا الملح في الأول، خلط مليح المقادير، وراني موجدة المقلاة تاعي فيها شوية زيت. على نار شوية شوية، ماهيش متوسطة، شوية قليلة، وخلي الدوارة تاعي تتقلى يعني على راحتها، يعني احنا ما نحبوهاش يعني بكبوكة بالحمص بالحميصة فقط، يعني هذه الطريقة حتى العيد يعني نخدمها بهذه الطريقة، وان شاء الله تعجبكم هذه الطريقة يعني تسيوها. نار شوية ماهيش متوسطة، قليلة شوية، خليها تقلى وتشوفوها في صحن التقديم هاينة، مع المطلوع، مع سلطة خفيفة، مع شوية فاكهة، والحمد لله. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.